ونحن في غمرة الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصمام وهجمات الشمال القسنطيني، نعود بذاكرة الثورة إلى أول رصاصة انطلقت من جبال الأوراس إذانا بهذه الثورة المباركة. هنا في هذه القلعة السكنية التقليدية للإخوة بن شيبة ببلدية إشمول، قام أبو الثورة التحريرية الشهيد البطل مصطفى بن بلعيد ليلة الفاتح نوفمبر عام 1954 بتوزيع السلاح على أولى أفواج المجاهدين وتعيين المواقع التي كلفوا باستهدافها إذانا باندلاع ثورة احتضنها الشعب وآمن بها منذ البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. راكم هنا في دشرة ولاد موسى، الدار هذه نتاع الإخوة بن شيبة اللي ضمت الرعي الأول نتاع 1954، حيث انضم حوالي 300 مجاهد في الدار هذه. بداو يجيو من 29 30 31 أكتوبر حتى ليلة أول نوفمبر وهما يتلموا هنا. والمجاهد اللي دخل البلاصه هذه ما لازمش يخرج باش ما تكونش وشايه وما تكونش نظره عليهم. بفضل رب العالمين جاوا من كل بلاصه، جاوا من كيمل، جاوا من غصيره، جاوا من الشمول، من الريس، تلموا هنا وفرقوهم الى افواج، ومن بعد من كل فوج وراوه البلاصه المستهدفه، بعثوه للبلاصه اللي يدير فيه العمليه. مثلا على سبيل المثال كاين جسر تاع باشا هنا للطريق الجيس الرابط بين الريس وباتنا، راح فوج تاع المجاهدين باش يفجروه، وفوج راح المنجم تاع الشمول في هذيك الوقت يستخرجوا منه الزنك والكحل والرصاص، راحوا باش يفجروه، وفوج طلع لباتنا. من ضمن العمليات نتاعهم كما قلت لك هذو هما. وفي صبيحه اول نوفمبر داروا امبيسكات هنا في فومتاغيت تونال تاع الطريق تاع الريس بسكرا، تقتل ثم القري تاع مشونش، وقتلوا معاه معلم تاع فرنسية خطأ، تسمى قتلوه خطأ، وتجرحت المعلمة، زوجة المعلم هذيك. هذه هي العملية تسمى الأولى. كما قلت لك الدار هذه كاينة في هذيك الوقت فارغة، فيها فرد عائلة كيشغل يديروا تسمى العسة، خاطرش العائلة هذه عندهم واحد البلاصه في المدينه يقولوا لها عين ايوب، يديروها هذه يديروها كيسمى هما يديروا كيشغل ريحه الشتاء والصيف. في الصيف يطلعوا للجبل عندهم الفلاح نتاعهم لهي، في الشتاء يجيو هنا. صافي قبل ما يجيو هنا الديار هذو كاينين فارغين، خاطرش معظم الاسئله نتاع الناس كيفاه العوائل هنا والمجاهدين هنا. لا، الديار كاينين فارغين، وفي التخطيط اللي داروا بن بولعيد باش تما يتمركزوا في الدار هذه، الاستراتيجيه نتاعها والموقع نتاعها قريبه من الغابه وقريبه من البلايص اللي يخبوا فيهم السلاح. كما قلت لك السلاح خبوا فيه مسجد انركب، ديار عزوي، ديار بشاح، وديار بعزي هنا في الحجاج. في هذيك الليله المجاهدين اللي عندهم السلاح جابوا السلاح نتاعهم، المجاهدين اللي ما عندهمش سلاح عطاو لهم السلاح من ضمن الاسلحه اللي جابهم بن بولعيد والرفاقه نتاعه. هنا في البيت هذه خطب بن بولعيد عليهم وقال لهم اللي نجم يتم الحرب راهي كما نقولوا واسعه، ماشي تما في ظرف مثلا يوم ولا يومين، اللي نجم يكمل مسيره، اللي ما ينجمش نسمحوا له يروح على روحه. هذه هي تما الشيء اللي وقع في الدار هذه. كان معها عجير عجل عجول مصطفى بوستاق هم القادة اللي حضروا في المنطقة هذه. هذه القلعة السكنية التقليدية تضم حوالي 27 غرفة متفاوتة المساحة، لها عدة مداخل بحسب عدد الإخوة بن شيبة.
هاد الغرف حوالي 27 غرفه كما قلت لك، هما في ربعه ولا خمس حوش تاع الاخوه، الحوش اللي دخلنا عليه، الحوش الثاني عنده دخله تحت الحوش الاول، والحوش هذا الدخله نتاعو من هيه الرسميه اللي يدخلوا عليها المجاهدين، هذه هي الحوش رغم البيبان من هيه. وبعد نشوفوهم كما قلت لك حوالي 27 غرفه مقسومين على الاخوه، كل اخ بالك عنده زوج ولا ثلاث غرف في هذيك الوقت، فيها المؤونه نتاعو، فيها تقريبا تسمى ثم يرقدوا ثم ياكلوا. هذه هي هذا هو التصميم نتاع ديار نتاع التراب هذا قديم. نسمع الذخيره على حساب تسمى المجاهد بن شيبة عليه هو اللي ذكر هذه الدار، هذه فيها الذخيره، والدار الاولى كما قلت لك فيها السلاح، جمعوا فيها السلاح، وهذه تعتبر كشغل كوزينه وغرفه فيها تسمى المبيت نتاع الناس في هذيك الوقت، مطبخ والمأوى نتاعهم، هذا يقولوا له شميلي، هذا نتاع التدفئه ويديروا فيها الطعام نتاعهم. أجمع مجاهد الرعيل الأول بالمنطقة أن موقع الدشرة كان استراتيجيا يمكن من رؤية العدو عن بعد ويسمح برصد كل التحركات خارج المكان، في مساهمة السرية التامة في عدم اكتشاف أمر اللقاء الذي كان منعرجا حاسما في تاريخ الثورة التحريرية. كما قلنا بشهادة المجاهد المرحوم بن شيبة علي، هذا هو الباب اللي كان يدخلوا منه المجاهدين، المجاهد اللي جاء يوصلوا في المناضلين هنا يدخل البلاصه هذه، ما لازمش يخرج، ما لازمش يخرج باش ما تكونش وشايه من الناس الاخرين. في هذيك الدشره تسمى كاينه خاويه ماشي كيما درك كاينين ديار بزاف، والعدو الفرنسي المستعمر الفرنسي كان هنا في الريس، تسمى عيون الاستعمار كاينه موجهه للبلاصه لاي دشره كيما الدشره هذه، بفضل رب العالمين استرهم رب العالمين وداروا العمليه تاعهم ونجحوا وخرجوا من الديار هذا الدار هذه وبقات سليمه الى يومنا هذا. الاهميه التاريخيه نتاع الدار هذه كما حضنت الراعي الاول، لازم احنا نحافظوا عليها، لازم نحافظوا عليها باش تبقى الاجيال في المستقبل باش يعرفوا طبيعة نتاع الأوراس، طبيعة نتاع الجزائريين، بواش ناضوا وواش ولوا، تسمى واش كنا في الأول ودرك في المستقبل. رانا والحمد لله الديار تسمى نتاع الإسمنت، الديار نتاع الحديد، والدار هذه بالحجر وبالتراب وبالخشب راهي صامدة. الترميم نتاعها في 2017 عاودوا لها الترميم، ترميم بسيط ماشي تسمى عاودوا السطح، عاودوا الخشب هذا المكسر والراشي هذا، الباقي بقى على حاله، التصميم نتاعها بقى على حاله. الإخوة بن شيبة هذو هما ممالين الدار هذه، هذا اللي هو بن شيبة عمار المدعو علي، اللي حضر في استشهاد بن بولعيد، في حادث استشهاد بن بولعيد، وهو التبليسة طارت عينه وداوه لتونس للإعالج. هذا بن عمه المجاهد بن شيبة فرحات، هذا حضر في الأحداث الأولى نتاع أول نوفمبر، قبل ما يندلع الثورة عنده سيارة كان يمشي بها من الشمول هنا لشرط ولاد موسى، يجيب فيها السلاح ويجيب المناضلين، ومن بعد مشات به وشايه، شافوه حراس الغابات تاع الشمول كما نقولوا لهم الكوارد، وداروا به وشاو به المستعمر الفرنسي، ومن بعد حكموه في السجن. قلنا هذو القياده اللي حضروا هنا في الدار تاع مصطفى بن بولعيد، بقياده مصطفى في الديار تاع بن شيبه، بقياده مصطفى بن بولعيد.
اللي هما عزوي الشهيد عزوي مدور امير نتاعو، عباس الغرور عضو القياده، عجل عجول عضو القياده، ومصطفى بوستا عضو القياده، وبشير شهاني قائد المنطقه الاولى بالنيابه. إذن كانت هذه دشرة أولاد موسى بأعالي دائرة إشمول، المكان الذي نال شرف احتضان أولى أفواج المجاهدين الذين فجروا ثورة شعبية دامت 7 سنوات ونصف، لتكلل في الأخير باسترجاع الجزائر سيادتها بعد 130 سنة من الاستعمار. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.